السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الكورس Programming for Engineers، البرمجة للمهندسين. طبعا واضح أنا حاليا فاتح على مودل وهو اللي هو Learning Management System الموجود عندنا في الجامعة، والموجود عليه هاي المادة. طبعا في عنا عدة أمور لازم ننتبه لها في المودل ونتابع أول بأول في متابعتها. في عنا بطن اسمها Announcements إعلانات. على هاي البطن أنا عادة راح أنزل اللينك الخاص بالمحاضرة اللي بدنا نعطيها وعن طريقها بتدخلوا عليها. واضح في عندي هون Topic اسمه Programming for Engineers Syllabus Summer 2022. أنا هون رفعت السيليبس الخاصة في المادة. ايضا في عندي التكست بوك مرجع هاي الماده موجود عندنا هون، بالاضافه الى الويب سايت الخاص بهاي الماده، وهذا الويب سايت راح نتصفحه بعد شوي ونحكي عنه. لو جينا على الانونسمنت مثلا، لاحظوا في عندي هون اول اعلان اللي هو الرابط الخاص بمحاضرتنا اليوم. بالنسبة للسيليبس راح نتناقش فيها إن شاء الله بعد شوي ونحكي إيش المواضيع اللي راح نغطيها في هذا الكورس. أيضا في عندي التكست بوك الخاص بهاي المادة، راح نشوف إني عندي مجموعة من الشابترز، غالبا ما راح نغطيهم كلهم، راح نغطي جزء منهم حسب حاجتنا. أيضا في عندي هون الكورس ويب سايت الخاص بهاي المادة، لو ضغطنا عليه راح ينقلني تلقائيا على الويب سايت الخاص بهذا الكتاب. طبعا هذا الويب سايت الخاص بهذا الكتاب، هذا الكتاب من تأليف ثلاث مؤلفين موجودين أمامنا هون، مؤلفين من جامعة ميدل إيست تكنيكال يونيفرسيتي، هاي الجامعة موجودة في تركيا. وهذا الكتاب تم تأليفه بشكل انتراكتيف بحيث فيه مثلا ملفات اوديو صوتية، فيجوال ثينجز اشياء مرئية، انتراكتيف برضه فيه يعني سم لاينز اوف كودز، بعض السطور الاوامر والتعليمات المكتوبة في لغة بايثون اللي بنقدر نعمل لها رن ونشوف الاوتبوت. راح نشوف التيبل اوف كونتنتس بعد شوي. ايضا في عندي اليوتيوب شانل اند بلاي ليست، انا في عندي قناه على اليوتيوب Engineering Courses محمد زيوت. هاي القناه من بدايه التوجه الى التعليم عن بعد انشاتها، صرت في الكورسات اللي بعطيها بعمل بلاي ليست، قائمه تشغيل خاصه باي ماده بعطيها، وبرفع المحاضرات اول باول على هذا المرجع او هذا الموقع بحيث تكون مرجع للطلاب، بحيث لو حب يرجع يحضر محاضرة من جديد، حب يتأكد من معلومة، حب يأكد على معلومة، بيقدر يرجع للفيديو على اليوتيوب ويحضرها. أيضا في عنا فيسبوك جروب، هذا أنشأته اليوم. هذا الجروب، الجروب هذا الهدف من إنشائه إيجاد طريقة إضافية للتواصل فيما بيننا. هذا الجروب Programming with Python for Engineers، الهدف منه لإيجاد حلقة للتواصل للنقاش، لتحديد موعد مثلا assignment، تأجيل النقاش حول فكرة معينة، فراح يكون عبارة عن حلقة تواصل فيما بيننا. أيضا في عندي ويب سايت يعني قد يكون مفيد جدا لهذا الكورس، خصوصا انه احنا راح نستخدم البايثون لانجويج ك فور ابلكيشن، يعني لما بدنا نمثل او نشرح فكره معينه ونيجي نطبقها راح نستخدم البايثون. ففي عندي واحد من ابسط الطرق للوصول او لاختبار اي لاين اوف كود بدي اياه، في عندي اونلاين interpreter or compiler.
عن طريق هذا الاونلاين كومبايلر انا بكتب الكود اللي بدي اياه دايركتلي، بعمل له رن وبيعطيني الاوتبوت في السكرين الموجود عندي هون. فممكن اكتب اي كود مثلا x equals sorry 10 print x run بيعطيني 10. هون عندي print hello world بيعطيني hello world. طبعا رح نيجي بالتفصيل لانه احنا بهذا الكورس بفترض انه انت ما عندك اي باك جراوند في البروجرامينج، رح يعني نبدا تاسيس بموضوع البروجرامينج ونيجيها شوي شوي ان شاء الله ونفهم الموضوع اول باول. فهي من الريسورسز اللي بدنا ننتبه لها ونضل متذكرين انها خيارات بين ايدينا بنقدر نستخدمها، فضلا عن استخدامنا للاونلاين كومبايلر. لاحقا راح نصير نستخدم باي تشارم. طبعا الباي تشارم واحده من الاماكن اللي بتقدر تعتمد عليها لتنزيله هي شيء اسمه اناكوندا نافيجيتور. تقدر تنزل هذا البرنامج، وهذا البرنامج للعلم فيه عدة أمور. من الأمور اللي راح نركز عليها بالكورس اللي بين إيدينا الجوبيتر نوتبوك راح نستخدمها، ويمكن في منتصف الكورس راح أيضا نستخدم الباي تشارم كوميونيتي. فهي الأمور اللي راح نستخدمها في هذا الكورس. مثلا هون ممكن نعمل لانش للباي تشارم كوميونيتي، وهي عبارة عن IDE مكان تقدر تكتب عليه كود، تعمل بروجكت، تعمل له رن وتشوف الاوتبوت اتسترا. ايضا في عندي بالنسبه للجوبيتر نوت بوك هو الطريقه المستخدمه لعمل هذا الكورس انتر اكتف، بحيث باستخدام جوبيتر نوت بوك او في خيار ثاني طبعا اسمه كولاب نقدر نخلي هذا الكورس انتر اكتف. لاحظوا مثلا البريفيز المقدمه لهذا الكورس كيف تم عرضها بهذا الويب سايت باستخدام طبعا الجوبيتر نوت بوك. انت ممكن تتصفح فولدر موجود عندك، طبعا هاي النوت بوكس كلهم نزلتهم عندي على فولدر اسمه بروجرامينج فور انجينيرز، على فولدر ثاني اسمه تي تي يو سمر 2022. هاي النوت بوكس بقدر افتحها من هون دايركتلي واتعامل معها مباشره. مثلا لو بدي بروجرامينج بفتحها من هون وبمشي مع الكلام المكتوب، ولو عندي اي كود او بيس اوف كود بقدر اعمل لها رن واشوف الاوتبوت دايركتلي ايضا. فهي من خصائص الجوبيتر نوت بوك، ما بدنا ندخل بالتفاصيل كيف بننزله وكيف بتعامل معها لانه يعني خارج اهداف هذا الكورس. إذا ذكرنا أو حكينا عن الويب سايت الخاص بالمادة، ولو حدا بده مثلا ينزل النوت بوكس موجودين عندنا هون بيقدر ينزلهم، وبيقدر ينزل الجوبيتر نوت بوك ويتعامل مع هاي الداتا بشكل انتراكتيفلي بشكل تفاعلي. طيب لو رجعنا إلى المودل الكورس Programming for Engineers ورجعنا إلى السيليبس لوجدنا التالي. هاي خطة المساق. اللي بيهمني من خطة المساق إيش الأمور اللي مطلوب مني أطلع فيها من هذا الكورس. مثلا راح نتعرف مبادئ البرمجه، ايش يعني برمجه؟ راح نتعرف بعض الامور عن الكمبيوتر، راح نتعرف على اساسيات البرمجه بلغه بايثون، راح نتعرف على انواع الداتا تايبز وكيف استخدامها وتوظيفها في الاكسبريشنز والستيتمنتس، كيف نعمل كونديشنال ستيتمنت، كيف نعمل ريبيتيتيف ستيتمنت،
ممكن نتعرف على الكنترول فلو، ممكن نتعرف ايضا على الفلو تشارت، فانكشنز، ديفرنت داتا تايبس لايك سترينج، تابل، ديكشنري، ليست. ممكن المصطلحات هاي تكون جديده علينا، لكن راح ان شاء الله نتعرف عليها لاحقا. ممكن ايضا نتعرف في هذا الكورس على الفايل هاندلينج، يعني كيف اتعامل مع فايل، افتح فايل عن طريق برنامج مكتوب بلغه البايثون، اقرا من هذا الفايل او اكتب على هذا الفايل. برضو ايرور هاندلينج، يعني اذا انا بكتب كود وبتوقع انه ممكن يصير فيه ايرور، فانا بعمل ايرور هاندلينج، يعني بحاول اعالج حدوث الايرور قبل حدوثه، بحيث لو صار هذا الخطأ ما يعمل لي هانج، ما يعلق البرنامج او يوقف او يبطل يشتغل، بحيث انا بكون عامل يعني سيف باث، بحيث ما يعلق البرنامج معي واعالج الخطأ اذا كان في يعني فرصة او توقع لحدوثه. وبالنهاية، في نهاية هذا الكورس راح نتعرف على عدد ليس بالقليل عن بعض الموديولز واللايبرريز الريدي ميد موجودين، وراح نستخدمهم لتطبيق حلول لبعض البروبلمز الموجودة في الانجينيرينج ديسيبلينز، في تخصصات الهندسية في عندنا بعض الأمور اللي ممكن نحلها باستخدام البايثون بروجرامينج، بالاستعانة ببعض اللايبرريز أو الموديولز الموجودة أصلاً وجاهزة، بحيث أنا بعمل لها importing، بضمنها ضمن الكود الخاص فيه وبستخدمها وبطبق عليها. من الأمور اللي مهم نركز عليها أيضا بهذا الكورس رح نيجي للtopics اللي رح نغطيهم برجوعنا للtable of contents. في عندي الassignments والproject. بطبيعة المادة مادة برمجة، إذا هي فيها طابع عملي كبير جدا، فراح يكون عندي 30% على الassignments والprojects، وراح تتوزع على طيلة الفصل الدراسي. غالبا مع كل أسبوع راح يكون في عندي assignment أحله، ممكن على طول الفصل يكون عندي في 2 projects نحلهم. أيضا في عندي midterm exam، هذا الإكزام راح يكون هو نظري على الورق ولكن بطابع عملي، ممكن أسألك عن بعض الأجزاء أو الأمور المتعلقة بالكودينج أو بالبرينسيبلز ضمن هذا الإكزام. وهذا الإكزام طبعا راح يكون بتاريخ 15/8/2022. بالنهاية في عندي الفاينل إكزام 50%، هذا الإكزام طبعا راح يكون بالأسبوع العاشر من هذا الفصل، كونه فصل صيفي الأسبوع العاشر بينتهي هذا الفصل. نرجع إلى التكست بوك، نشوف التابل of contents. بحكم طبيعة الطلاب المسجلين بهذا المساق، أنا وجدت أن الغالبية العظمى مش من الأنظمة الذكية أو هندسة الحاسوب أو هندسة الاتصالات والإلكترونيات، لذلك أول شابتر بهذا الكتاب راح أعمل له سكيب، لأنه هو بهم طلاب الحاسوب والأنظمة الذكية، بحيث يعرفوا الانفراستراكشر والهاردوير المتعلقة بالكمبيوتر اللي بدنا نطبق عليه بعض البروغرامينج and etc. So أول شابتر راح أعمل له سكيب من هذا الكتاب فما راح نغطيه. عندنا ثاني شابتر راح يعمل لي تصور عام، ايش يعني بروجرامينج، ايش يعني بروجرامينج لانجويجز، وبعض البرنسبلز المرتبطه في الكودينج راح نتعرف عليها ان شاء الله شابتر 2. شابتر 3 ايضا وجدت انه يعني هو مواضيع راح يتم تكرارها في ماده الديجيتال فاندمنتالز او ديجيتال لوجيك ديزاين، يعني بيحكي لي عن النمبر سيستمز، عن الباينري، عن الديسيمال، وعن التحويل بينهم، وعن الكومبلمنتس، وبعض البرنسبلز اللي راح نغطيها تلقائيا في كورس اسمه ديجيتال لوجيك ديزاين او ديجيتال فاندمنتالز. لذلك احنا يعني غنيين عن انه نغطي هاي الكونسبتس في هذا الكورس.
بدنا نركز أكثر كيف نتعلم البايثون بروجرامينج وكيف نطبق ما تعلمنا في الانجينيرينج ديسيبلينز. سو برضو راح أعمل سكيب لهذا الشابتر شابتر 3. شابتر 4 هو فعليا بداية البرمجة بلغة البايثون، ببلش يعرفني النمبرز في البايثون، ايش الداتا تايبز للتعامل مع النمبرز، البوليان داتا تايب، string, tuple, list, dictionary, etc. كيف نكون expression، كيف نعمل statements، كيف نعمل input والoutput statements, etc. هذا بشابتر 4، وغالبا راح نغطي شابتر 4 على مدار اسبوعين، يعني راح ياخذ وقت منا، لانه يعني تقريبا هو معظم الاشياء البيسكس في البرمجه. ايضا في عندي بشابتر 5 conditional and repetitive execution، للي عنده يعني فيدباك في البرمجه، مثل الـ if statement هي conditional statement، if else conditional statement، عندنا الـ repetitive statements اللي هم طبعا while loop و for loop، راح نتعرف عليهم ونشوف أمثلة عليهم. في عندي بـ chapter 6 في عندي الـ functions، راح نتعرف كيف نعمل call لـ function، كيف نعمل building للفانكشن، كيف نبني بانفسنا، كيف نعمل definition له، وكيف نعمل له call، وكيف نستخدم. chapter 7 بيعمل لي introduction لل OOP object oriented programming، اللي هي البرمجة بالكينونة او بسموها البرمجة الكائنية. صراحة في عنا يعني كورس في الجامعة راح يغطي هذا الجانب، the principles المرتبطة في ال object oriented programming، لذلك ايضا هذا الشابتر راح اعمل له skip، خصوصا انه يعني اي طالب بده يتعرف على البرمجه باستخدام لغه البايثون بيقدر يتعرف عليها ويستخدمها ويكتب بروجرامز بدون حاجته لمعرفه البرنسبلز المرتبطه في الاو او بي الى حد ما يعني. وبطبيعه الماده هاي بروجرامينج فور انجينيرز هي انترودكشن، يعني بعد هاي المادة اللي بيحب يطور من مهاراته في مجال البروغرامينج بيقدر يتوسع أكثر في أي مجال حب إنه يكمل فيه. في chapter 8 راح نتعرف على الفايل هاندلينج، راح نشوف كيف بيكون لنا access على الفايلز، كيف نعمل reading from files، كيف نعمل writing to files، كيف نعمل some procedures or some analysis on data and that. Chapter 9 Error Handling وDebugging، يعني هون بنحاول نبحث عن إذا في عنا Errors بالكود اللي أنا كاتبه، بحاول أتنبأ إذا ممكن يصير Error هون، بحاول أعمل له يعني حل قبل حدوثه، فيما لو صار بيكون تلقائيا في حل له. أيضا في عندي Chapter 10 رح يعرفني على بعض الـ Engineering Libraries مثل NumPy، مثل SciPy، مثل matplotlib library etc. راح نتعرف على الفانكشنز الخاصه بهي اللايبرز وين مواطن استخدامها. واذا وصلنا اسعفنا الوقت ووصلنا الى chapter 11 and 12 راح يكون عباره عن applications او engineering applications للبايثون programming. لو رجعنا مع بعض شوي على السيلبس بشكل مختصر راح نشوف ايش راح نغطي كما هو موضع عندنا في هذا الجدول. واضع عندنا في هذا الجدول introduction to programming بشابتر 2، خلال اول اسبوع ان شاء الله راح نغطي هذا الموضوع. شابتر 4 راح نحتاج علشانه 2 weeks، أول أسبوع رح نغطي الـ data types والـ expressions in general، ثاني أسبوع رح نشوف الـ statements وبعض الـ actions، في الأسبوع الرابع رح نغطي chapter 5 اللي بيحكي لنا عن الـ conditional والـ repetitive execution، في chapter 6 موجود عندي الـ functions رح نغطيها الأسبوع اللي بعده، file handling، error handling، scientific and engineering libraries، واخيرا بدنا نشوف application على الانجينيرنج problems في نهايه هذا الكورس ان شاء الله.
خلينا نشوف اليوم بريفيز بسيط لهذا الكورس، تعرف بشكل عام ايش فيه. تلقائيا كما ذكرت بشكل اساسي تم تقسيم هذا الكورس لثلاث اجزاء. الجزء الاول مرتبط بالانفراستراكشر الخاصه في الكمبيوتر اللي هي تشابتر 1، ما راح نغطيها. الجزء الثاني وهو اللي يعني له حصة الأسد بهذا الكورس، Programming with Python، راح نتعرف على أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون. ثم راح نتعرف بالجزء الأخير على بعض اللايبراريز اللي راح نستخدمها في البايثون، بالإضافة لحل بعض البروبلمز في الانجينيرينج ديسيبلينز في التخصصات الهندسية. كيف نستخدم هذا الكتاب؟ ذكرت لكم أنا في عندي ويب سايت خاص بهذا الكتاب. طبعاً بقدر أنتقل لأي سكشن بهذا الكتاب directly by pressing on the name. هينقلني مباشرة على المكان، يعني هي واحدة من صفات الانتراكتيف هذا الويب سايت طبعاً. فضلاً عن أنه أنا زي ما ذكرت لكم في عندي النوت بوكس بقدر أنزلهم، وعن طريق استخدام الجوبيتر نوت بوك بقدر افتحهم واتصفحهم بشكل انتراكتيف. فراح احتاج جوبيتر نوت بوك لهي المهمه او الجوجل كولاب. طب ليش بنحتاج نعمل كومبيوتينج؟ ليش في حسابات؟ ليش في برمجه؟ من الامثله أو بشكل عام شو هي الكمبيوتينج؟ هي عملية أنا بكون في عندي داتا بعمل لها ممكن analysis أو processing علشان أطلع منها other data، في عندي معلومات أو بيانات بستخدمها بعمل لها analysis بطلع منها نتائج. مثلا لو كان عندي بدي أعمل multiplication between two numbers X Y وبدي أطرح من الناتج واحد، هلأ الـ input data قيم X و Y والـ output data هي ناتج العملية كاملة X times Y minus 1 بيمثل هذا الـ output. طيب أيضا ممكن يكون في عندي problem وهي recognizing the faces. recognize يعني إدراك أو معرفة الوجه، the faces يعني الوجه أو الوجوه. ممكن يكون في عندي صورة فيها وجه أو عدة وجوه بحاجة أني أحدد هذا وجه مين. يعني دائما أول شيء face detection، أعمل detection لهذا الفيس أنه هذا الجزء من الصورة بيمثل وجه. ثم بدي ممكن أحتاج أعمل مقارنة مع database أو data set موجودة عندي فيها عدد من الوجوه أو الصور بحكي لي هذا الشخص هو فلان. هلا ايش الانبوت بهاي البروبلم؟ الصوره نفسها، واذا كانت صوره ملونه راح يكون فيها 3 كلرز اللي هم ريد جرين بلو ار جي بي. طبعا بنعرف انه اي ايمج اي بيكتشر مكونه من عدد كبير من البكسلز، كل بكسل لها ثلاث قيم، كل قيمه بتمثل درجه وجود هذا اللون. الريد مثلا يتم تدريجه من 0 ل 255، الجرين برضه من 0 ل 255، البلو من 0 ل 255 اتسترا. هذا المجال يعني يمكن لاحقا اللي بيكمل في مجال الايمج بروسيسنج او الكمبيوتر فيجن راح يتعمق كثيرا بهي الجزئيه، واللي هي ابتداء هي نتعرف انه في عندي بيكتشر فيها بيكسلز، كل بيكسل لها 3 فاليوز، كل فاليو بتمثل كلر فاليو ريد جرين اند بلو. ممكن نحدد اريا ونحكي هاي هي بتمثل الفيس عن طريق طبعا بايثون كود، نعمل ديتكشن لهذا الفيس، بعدين بنعمل كومباريزون مع الداتا سيت الموجوده عندي عشان اعمل كلاسيفيكيشن اصنف هذا الوجه لمين، اعرف مين الشخص صاحب هذا الوجه. فبهي الحاله الايمج نفسها
ممكن تمثل الانبوت او الفاليوز تبعون البكسلز بيمثلوا انبوت، والاوتبوت ممكن نحكي انه وين الجزء اللي ينتمي لهذا الفيس او ما بينتمي له، او مور ادفانس ممكن نحكي انه هذا من صاحب هذا الوجه as output data. طيب ايضا من التاسكس اللي ممكن نحلها عن طريق البايثون بروجرامينج، لو كان عندي شطرنج، لوحه شطرنج عليها ترتيب احجار الشطرنج، ترتيب احجار الشطرنج الابيض والاسود كلهم بعد اللحظه اللي بيتحرك فيها مثلا اللاعب اللي بيلعب بالاحجار الاسود، بعد الحركه هاي شو ترتيب الاحجار كامله ومواقعها، هذا بيمثل انبوت داتا. طيب الكمبيوتر راح ياخذ هاي المعلومات وبيعرف ان الحركه الان للوايت بلاير، للاعب اللي بيلعب بالاحجار البيضاء. الاوتبوت ايش المفروض يكون؟ ايش افضل حركه ممكن يلعبها اللاعب اللي بيتحكم بالاحجار البيضاء؟ ايش افضل حركه ممكنه؟ هاي ممكن تكون الاوتبوت من الالجوريثم او الكود او البروجرام اللي انا كاتبه. هاي واحده من التاسكس او البروبلمز اللي ممكن يحلها البايثون بروجرام. ايضا ممكن البعض سمع عن شيء اسمه تشات بوت. هلا على الماسنجر او على الواتساب احنا بنعمل تشاتنج، بنكتب والطرف الاخر بيرد علينا، بنكتب الطرف الاخر بيرد علينا. هلا الشات بوت انه في بيكون روبوت او كمبيوتر انا براسله، هو هذا الكمبيوتر اللي بيرد علي، مش في يعني بني ادم شخص او موظف بالطرف الاخر بيقرا رسالتي وبيفهمها وبيرد علي. لا، في الشات بوت اللي فعليا برد علي هو كمبيوتر. طب بهاي الحاله ايش ممكن لو بدي اكتب كود يتصرف؟ هلا انا الطرف الاول بكتب رساله وبرسلها الى الشات بوت، هو راح تجي سنتنس، راح تجي عباره نص كلام مكتوب. السنتنس هاي بتمثل الانبوت داتا. هسا ايش الاوتبوت داتا؟ هي بتمثل ايش الرد المناسب للعباره اللي اجتني، للرساله اللي اجتني، ايش الرساله المناسبه اللي المفروض ارد بيها. وهون بيجي دور البرنامج اللي انا كاتبه، وهو اللي بناء على الرساله اللي وصلت بيحللها بيفهمها وبيكتب الرد المناسب. اللي بيقوم بهي العمليه اسمه تشات بوت. هل العملية هاي متشابهة بشكل عام؟ الأمر مختلف طبعاً. إذا بنحكي عن الهيومن بيينج، الكائنات البشرية أو الكائنات الحية عفواً، الليفينج بيينج، الكائنات الحية بشكل عام عندها برين، فيه نيورونز، فيه أعصاب، عن طريقه بتتخذ القرارات وبتفكر إلى آخره. ما بدي أخوذ بهاي الجزئية، أنا شايف إنه الكتاب يعني توسع فيها كثيراً، إحنا مش بحاجة نعرف بيولوجي كيف السيالات العصبية بتنتقل من مكان لمكان وصولاً إلى البرين، كيف بتم تحليل هاي الإشارات العصبية، وكيف بتم اتخاذ الرد المناسب أو الإجراء المناسب أو إرسال الأمر المناسب للعضلات مثلاً أو العصبات الأعصاب الحركية وما إلى ذلك. يعني هذا somehow biology، فإحنا مش بحاجة نتعمق فيه، لكن بتخيل الآن صار عند الغالبية تصور عام إيش رح نعمل. في عندي بعض التوبكس، بعض البروبلمز، بعض التاسك موجوده في الانجينيرنج ديسيبلينز. بدنا نتعلم لغه البايثون، عن طريقها بدنا نحاول نكتب كود يحل لنا مشكله معينه، وهذا الهدف من هذا الكورس. اليوم راح اكتفي بالمقدمه بدون تفاصيل اكثر. What is a computer؟ لما نحكي كمبيوتر أو جهاز حاسوب شو يعني؟ المعنى العام إنه جهاز بيعمل عمليات حسابية computation، أو ممكن نحكي إنه عبارة عن جهاز إلكتروني العقل اللي فيه اسمه المايكرو بروسيسور أو CPU، هي اللي بتعمل فعليا الكالكوليشنز أو الكمبيوتيشنز المطلوبة.
فعليا احنا كمهندسين بهمنا اكثر المعنى الثاني انه الكترونيك ديفايس وفيه مايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور هو فعليا بيمثل الدماغ brain of this device. طبعا معروف بما انه كمبيوتر الكترونيك ديفايس فيه اشارات الكترونيه كهربائيه، اذا هو بيشتغل باينري. استخدم zeros ones to represent anything، يعني لتمثيل الانبوتس الاوتبوتس الايمج الايمجز التكست whatever، ايش معلومات بده يمثلها جوا هذا الجهاز الكمبيوتر بتم تمثيلها باستخدام zeros ones. وللعلم هاي الجزئيه اللي مركزين عليها هم في chapter 3 as I think، يعني بتم تغطيتها بشكل باستفاضه في كورس ديجيتال لوجيك ديزاين، وهذا الكورس راح تاخذوه لاحقا ان شاء الله. لذلك انا ما بدي اسلط الضوء على هاي الجزئيه. What is programming؟ ايش يعني البرمجه؟ البرمجه انا عندي جهاز فيه عناصر الكترونيه، فيه ميموري، فيه سي بي يو. البروغرامينج اني اكتب له بعض الانستركشنز بعض التعليمات والاوامر اللي بتوجه هاي القطع كيف تتصرف او تشتغل او تتعامل مع مجموعه من البيانات. من بين هاي الاعمال اللي ممكن يقومها البرنامج اللي بدي اكتبه في شيء اسمه arithmetic operations. arithmetic operations هي مثل الجمع الطرح الضرب القسمة etc. transferring to or from memory، كيف نخزن معلومات في الميموري او نسترجع نقرأ معلومات من الميموري. comparing numbers. communication، عمليات الاتصال بين البريفيرالز بين الاجزاء المختلفه لهذا الكمبيوتر. كل خطوه كل شيء من هاي الاشياء بنقدر نسميه انستراكشن تعليمه او امر. ايش البروجرامينج؟ اني اكتب سيكونس اوف انستراكشنز. مين بينفذ هاي السيكونس اوف انستراكشنز؟ السي بي يو اللي هي البروسيسور او المايكرو بروسيسور. يعني ممكن هاي في اختلافات بين هاي المصطلحات، لكن عموما احنا بنستخدمهم كاسم واحد. طبعا الانستركشنز احنا بنكتبها بهاي ليفل لانجوج عاده، يعني زمان كانت تنكتب باللو ليفل لانجوج وكان امر صعب جدا، عشان هيك تم استحداث سي سي بلس بلس جافا بايثون لغات البرمجه المختلفه الهاي ليفل لانجوجز. عن طريقها بنكتب الانستركشنز. ممكن نحتاج الى كومبايلر او انتربريتر بيحول هذا الكود الى ماشين كود. ماشين كود هو نفس البرنامج اللي انا كتبته بس بطريقه بيفهمها الكمبيوتر مش انا، بطريقه هي عباره عن زيروز وونز اونلي. فالماشين كود لازم يكون موجود علشان الكمبيوتر يقدر ينفذ هاي الانستركشنز ويفهم عليها. فانا بكتب البرنامج بهاي ليفل لانجويج لايك بايثون، then after compilation او interpreting بتم تحويله الى machine code. ساعتها بيقدر الكمبيوتر يفهم على هاي الانستركشنز وينفذها. نكتفي بهذا القدر لليوم. اللي عنده اي سؤال او استفسار بيقدر يسال عن طريق الشات بوكس او بيقدر يرفع ايده، واذا ما في اسئله نتوقف هون ان شاء الله. يعطيكم العافية جميعا، ونلتقي إن شاء الله غدا بنفس الموعد.